سأنظف هذه الزاوية. ما هذا؟ بقع قهوة على الأثاث. هزلتها. هذا أفضل. المزيد من بقع القهوة. ظننت أني نظفتها. من الجيد أنها لم تكن عنيدة. إلى الغرفة التالية. على المرآة. كيف وصلت هنا؟ سأزيل البقعة عن وجهك. واصل النوم يا عزيزي. أوف، تعبت من التنظيف. ماذا؟ ما هذه الفوضى؟ هذا الوضع خارج عن السيطرة. ما هذا؟ أوه، إنه قلم ثلاثي الأبعاد. ربما سيساعدني في حل المشكلة. سأحدد حواف كوب بهذا الشكل، ثم سأرسم وجهاً على الدائرة. عينان وفم، هذا جيد. هل يبدو هذا الوجه ظريفاً؟ حان وقت القلم ثلاثي الأبعاد. سأملأ الوجه باللون الأصفر. انتهيت. حان دور اللون الأبيض الآن. سأملأ العينين وأستخدم اللون الأسود لمقلتي العينين والفم. ولن أنسى لسانه الصغير. النتيجة مذهلة. ما أجمل هذا الوجه الصغير. أمي، ماذا تفعلين؟ لا، لا تضعي كوبك على الطاولة. أنقذ الأثاث أيها الوجه الصغير. أوف، من الآن فصاعداً، استخدمي حامل الأكواب. تعبت من تنظيف بقع القهوة على الأثاث. ونظفي غرفتك أيضاً. بصراحة، حامل الأكواب هذا ظريف. حسناً، لنبدأ. لقد تدربنا كثيراً، يمكننا فعلها. أوه، هذه السقطة قوية. لا أصدق أنك أوقعتني. تمزق بنطالي الجينز. المعذرة، حظاً أوفر. التالي. شكراً على إتاحة الفرصة لنا. انظر إلى الشق في بنطالها. فاشلان. هيا لنذهب. لا أصدق أن هذا حدث لنا. لقد عملنا بجد. لابد أن هناك طريقة لإصلاح بنطالك. انظري، قلم ثلاثي الأبعاد. يمكنه مساعدتنا. أعطيني بنطالك الممزق وشاهدي ما سأفعل. سأبدأ الرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد. سأوصل كل الخيوط بمركز الدائرة. هذا جيد. سأرسم الآن بضعة دوائر حول مركز الدائرة. سأجعل الدوائر التالية متعرجة حتى تبدو مثل شبكة عنكبوت. بهذا الشكل. أترين؟ تحول من شق إلى تصميم رهيب. واو، أنت عبقري. هيا، يمكننا محاولة تكرار الرقصة. ألم يقلق هذا الاثنان قبل قليل؟ يبدو أن شق بنطالها قد اختفى. سنمنحهما فرصة ثانية. سنتقن الرقصة هذه المرة. رائع، لم أسقط هذه المرة. أحسنتما، هذا أفضل بكثير. 10 من 10. كنت أعلم أننا سنفوز. شكرا. واو، هذه المجوهرات جميلة. خاتم الفراشة مصمم لي. سأرتدي المزيد من الخواتم. هل تبدو رائعة؟ تبدين رائعة بالفعل. لكن ماذا عني؟ صنعت هذا الخاتم بنفسي. كلا، سأتميز بهذا الخاتم. مقاسه كبير جدا. هل ينفع هذا؟ أوف، لماذا أتعب نفسي في المحاولة؟ لحظة، وجدتها. طبعاً. أترى هذا القلب؟ سأحدده بقلم الغراء. اخترت اللون الأحمر. سألونه الآن. الدور التالي دور التاج. مناسب للملكة. أوه،
وليست هذه الزهرة جميلة؟ يمكن استخدام ألوان مختلفة. سأملأ هذه البتلات. ممتاز. هل تعرف ما هذا الشيء؟ إنها حلقة الخاتم. هل تذكر القلب الذي رسمته؟ سأضع قطرة من الغراء هنا، ثم سألصق الحلقة عليه، وصنعت كل هذه المجوهرات. إنها رائعة، هل يمكنك تصديق ذلك؟ 4 خواتم يدوية الصنع. ها؟ من أين أحضرتها؟ أريني يدك. هذه الخواتم فريدة، هل يمكنني تجربة واحد منها؟ لقد أعجبني. ارتدي الخواتم نفسها. قد تتشارك أنت وزميلك في الذوق، لكن قد يسبب هذا بعض المشاكل. وداعاً. هذا الكتاب مشوق. ماذا؟ لا أتذكر أني وضعت هذا الشيء في حقيبتي. لست مشجعة أصلاً. مهلاً، هل هذه حقيبتي؟ خطرت لي فكرة رائعة. ارسم اسمك وحدده بقلم الغراء. اخترت أنا هذا النمط. يمكنك اختيار أي لون تريده. لا تنسى الأماكن المخفية، مثل حول حرف إي هنا. حان وقت الألوان. ضع الغراء في جهات مختلفة حتى تبرز الحروف، أو اجعل نهاية كل رسمة أكثر تحديداً. أضف إطاراً وسلسلة كهذا. لن تأخذ حقيبتي بالخطأ بعد الآن. ها؟ هذا ليس اسمي. ماديسون؟ كان ذلك وشيكاً. أنقذتني بطاقة اسمي. انتبهوا يا طلاب، سيبدأ الاختبار الآن. يمكنني فعلها، يمكنني فعلها. الأستاذة لا تنظر إلي. حان وقت استخدام سلاحي السري. سأقلب الممحى وها هي الإجابة. إيفا، ثقتي بك معدومة. سلميها، لا تغشين بذكاء حتى. سلمي البقية أيضا. حاضر، تفضلي. المقلمة، الكتاب، الشريط اللاصق، القلم. لا تظني أني لا أرى هاتفك. سلميه هو الآخر. لكن انظري، لقد نفذ الشحن. أيضا يمكنك الاحتفاظ به. يا هاتف، لماذا خنتني؟ مهلا، أظن أن لدي خطة ذكية. نعم، ستكون خطة ناجحة. سأحتاج إلى هاتفي وصورة له. سأقص جزء الكاميرا، ثم سأحضر ورقة الغش. يجب أن تكون ورقة الغش صغيرة، لكن يمكنني طيها إلى نصفين. سأضع القليل من الغراء على ظهر الورقة، وسألصق صورة العدسة. سأتأكد بحرصاً من أنها في مكانها الصحيح. ممتاز، ورقة الغش مخفية. أنا جاهزة للاختبار، مخفية على مرأى من الجميع. هذا سرنا الصغير. سأنتظر حتى تصرف الأستاذة نظرها عني. وها هي ورقة الغش. سيكون هذا الاختبار سهلاً. انتهيت من السؤال الأول. هو تعمل هذه الخطة بشكل رائع. وانتهيت. سأغلق ورقة الغش. يا سلام، لقد انتهيت من الاختبار. لنرى خيبتك في الحلول. ماذا؟ هذه الإجابة صحيحة. السؤال الثاني أيضا. في الواقع كل الإجابات صحيحة. ممتاز، أنت لم تغشي صحيح؟ كلا، هاتفي ميت، ألا تذكرين؟ سأراك على الشاطئ بعد ساعة. من الأفضل أن أجهز أغراضي. ها هي الحقيبة. أي بدلة سباحة يجب أن أرتدي؟ البدلة الجديدة طبعاً. ألا تبدو جميلة؟
سأضعها هنا. يجب ألا أنسى القبعة. والآن سأغادر. كدت أن أنسى الشبشب. إنه في مكان ما هنا. هذا الحذاء لا ينفع. من صاحب هذه الفردة؟ أو لا، وجدت الشبشب. الفردة مقطوعة. انظري إلى هذه الكارثة. لا أستطيع الذهاب إلى الشاطئ. هل يمكنني استعارة هذه المصاصة؟ لدي فكرة. أحضر ورقة بارشمان وصف فوقها مجموعة من مصاصات الشرب. كلما زادت الألوان كان ذلك أفضل. ثم اطوي الورقة عليها ومرر مكواة فوقها. بعد دقيقة أو دقيقتين ارفع الورقة. أصبحت المصاصات قطعة واحدة كبيرة، لكننا لم ننتهي بعد. حدد حواف قدمك على ورقة وقصها، ثم حددها على المصاصات. عمل متقن، صحيح؟ أزل الورقة الآن وابدأ بالقص. ستصبح هذه القطعة رباطاً للشبشب. ألصقها بغراء ساخن. انظر إلى هذين الشبشبين الظريفين. سأجرب ارتداء هذا الزوج. إيفا، هل أعجبك حذائي الجديد؟ إنه صناعة يدوية. يبدو جميلاً فعلاً.